نايم ولا بلاقى له شي محرك؟ انجوري كو كو كو. شو هاد؟ شوفي شو فايت غراب عم يزعق بالغرفة. لا يا انجوري، هيدا ديك مش غراب. هذا انت في بوتي؟ ديك مو هيك صوته في بوتي. كو كو كو، هيك صوت الديك. هيدا ديك ملتهب زلعوم ولهيك صوته مغير شوي. وإذا مريض ليش ما بياخد دواء؟ خلص انسي الموضوع. ليكي هيدي بندورة صار لها تقريبا شهر خربانة وفي بيت خربان كمان، خلينا نلعب فيهم شوي. يلا ماشي، بس اسمع في بوتي، انجوري تعبنا كتير ونحن عم نجمع هالشغلات، بامية خربانة، بندورة خربانة، باتنجان، بطاطا، كل شي خربان هون. ما تقولي ما بدك هلا، يلا خلينا نبلش. حطيهم على جوزك النايم، يلا خدي من ايدي يلا. ايه ماشي. مرتي قلت لي ديك ملتهب بلعوم. لو بتفكر بالشغل مثل ما بتفكر دايما باللعب، نحنا كان عنا هلا قصر وحياتنا اكيد غير شكل. مبسوط لانك هون يا انيتا، هدول كانوا بدهم يعبوني بالبندورة والبيض الخربانين. فيبو شو قصتك؟ أنا ما قلتلك من قبل إنه ما بقى تلعب هاي اللعبة نهائياً؟ أنيتا هو ما دخلوا بكل هذا اللي عم بيصير، وبصراحة هو كان عم بيساعدني من الأساس. هو كان عم يساعدك حتى تلعبي هيك وتأذي الناس بالشوارع؟ لا مش هيك القصة. نحنا تصرفنا هيك بس كرمال الخالة. ايه ها؟ ليش قالت الخالة؟ ماما قالت إنه نحنا لازم نعمل هيك، ووقتها في بوتي تطوع مشان يساعدني. طيب لشو؟ هو بس قصدي بسبب نصيحة مهمة حدا عطاني إياها. آخ شو عم يصير مع أمي؟ أنا حاسس إنه رح يجي يوم وتبيعني فيه كمان. ببلاش ما بياخدك. لا هذا الكلام. فيبو يلي عملته غلط. أول شيء ما بيصير إنك تفوت على بيت منموهان وتأذي الناس بهيدي الطريقة السيئة، لأنه الناس بلشت تشكي منكم. وكمان لحظة أني تسمعيني، هو ما دخله، قلتلك من الأول أنه في بوتي كان عم يساعدني، مو أكتر من هيك صدقيني. يا سلام. يا مرتي مش أنت بتقولي أنه بتفرح كتير لما بتساعد الناس؟ أنا كنت عم بفرح مثلك. ردي أمي عم تتصل فيني، رح شغل مكبر الصوت ورح تفهموا كل شي عم بصير.